السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع أهم المصطلحات الخاصة بالذكاء الاصطناعي. المرة دي بنتناول معالجة اللغات الطبيعية Natural Language Processing أو زي ما بنسميها الـ NLP، ودي معناها إن قدرة الكمبيوتر ده إنه يقدر يفهم ويميز اللغات اللي إحنا بنستخدمها كبني آدمين، سواء كانت اللغات دي الكلام يعني اللغة مكتوبة written أو منطوقة بالفويس يعني. وده طبعا عشان نقدر نعمل اجراء ان احنا نقدر نخلي الكمبيوتر ياخد اجراء طبقا للي فهمه من الجمل اوتوماتيك لوحده، يفهم وياخد ايه وياخد ديسيجن. نقدر نقول كده ان الهدف الرئيسي من الـ NLP ان احنا نقدر نخلي فيه اجهزه ذكيه بتفهم اللغات زي ما الانسان بالظبط بيفهمها. طبعا الفكره دي مش بالسهوله، لان ربنا قال ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لايات للعالمين. واختلاف الالسنه هنا اللي هي طبعا اللغات المختلفه اللي موجوده وفي نفس الوقت النطق المختلف. وطبعا العمليه دي مش بالسهوله دي، لكن طلع عليها رغم ان هي ممكن تحس ان هي ممكن تكون شبه مستحيل، لكن طلع فيها تكنولوجيا فعلا كتيره موجوده في السوق حاليا وناجحه جدا، زي ابل سيري وزي جوجل اسيستنت وزي امازون اليكسا وزي غيرها من الادوات الجديده الكتيره جدا المشهوره اللي بتعمل نفس الفكره بالظبط. وفي بقى طبعا خدمات اخرى طبعا مش دول بس، زي مثلا جوجل ترانسليتور ومايكروسوفت ترانسليتور وكل الايه الحاجات الخاصه بالماشين ترانسليشن كلها تابعه للـ NLP. ومش بس كده، كمان في تطبيقات شهيره في الفتره الاخيره زي شات بوتس، وديت البرامج البسيطه جدا المتميزه بان هي بتفهم الكلام حتى لو كتب بسياقات مختلفه او بكلمات مختلفه، وتساعد الانسان انه تقدر تعمل برنامج محاكاه كده اكن في حد هو اللي قاعد بيكلمك رغم ان مفيش حد قاعد بيكلمك، يعني كلام ورد. وطبعا بيبدا يقدر يعمل ده بشكل برضه منطوق او مكتوب. وطبعا ما مفيد جدا في ان احنا نقدر نطلع، هو بيبقى قدرته جامده جدا ونتائجه عاليه في حكايه السياقات المتوقعه، يعني الاسئله بتبقى تقريبا متوقعه زي السعر الميعاد الشغل اللي مش عارف ايه، والاجابات بتبقى متوقعه. وعشان نقدر بقى نتمكن من التعامل مع العلم دوت كانت مشكلتنا كلها ان احنا لازم نفهم اللغات بشكل مفصل وصحيح، وبعدين نبدا نكتب كود بقواعد اللغه ديت بشكل برمجي. وطبعا دي بدات تعمل لنا صعوبه في ان احنا اصلا عندنا مثلا على سبيل المثال في اللغه العربيه محتاج، احنا عندنا اصلا مشكله في اللغه العربيه وفهمها بالتفصيل كبني ادمين طبيعيين يعني، الا الناس طبعا المتخصصين في اللغه، فبيبقى عندنا مشكله في ان احنا ننقل الكلام ده للكمبيوتر. فطبعا محتاجين حد متخصص برمجه وحد متخصص لغه عشان نقدر نطلع تطبيق، وكانت هي دي المشكله. لكن في الوضع الاخير واليومين الاخرانيين دول بقت الالجوريزمز الخاصه بالماشين ليرنينج بتلعب دور مهم جدا جدا في تطوير البرامج بتاعه الكمبيوتر ديت، لانه بدا يثبت على فكره انه بيعلم الكمبيوتر اللغه من كثره التعلم من البيانات اللي موجوده على الانترنت، اللغه العربيه اللي موجوده في كل حته دوت، وبعد يبدا يتعلم منها ويبدا يبقى ده اكتر دقه في التعرف على الكلام الانساني الكلام المكتوب او المنطوق. طبعا ده بيزد على المفهوم اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقوله انما العلم بالتعلم، فكنت كتر البيانات اللي بتيجي بتخلي الاله تبدا تفهم اكتر، وبدات تفهم ويطلعوا نتائج جامده جدا في اللغه العربيه رغم ان الكلام دوت ما كانش موجود قبل كده، لكن ظهر يعني قصدي ما كانوش قويين في النتائج الخاصه باللغه العربيه، لكن ظهرت النتائج بقت بقوه جدا في اللغه العربيه بسبب تعلمهم من الواقع اللي موجود. الماشين ليرنينج اللي ساعدتهم على ان هم يوصلوا في اللغه العربيه لمستويات عاليه رغم ان هم يعني بيبقوا مهتمين بلغتهم هم كلغه انجليزيه او صينيه او غيرها. لكن في علوم كتير جدا برضو بتندرج تحت العلم بتاع الخاص بمعالجه اللغات الطبيعيه اللي هو الـ NLP، زي الماشين ترانسليشن زي ما ذكرنا اللي هو ترجمه الاله، وعلم استرجاع المعلومات اللي هو الانفورميشن ريتريفال، وعلم استخراج المعلومات الانفورميشن اكستراكشن، وطبعا دول مهمين جدا في السيرش انجن وكلام زي كده، وعلوم ثانيه زي كويشن انسرنج، وعلوم التحليل والراي والعاطفه اللي هو السنتمنت اناليسيز، وطبعا علوم تمييز الاصوات الفويس ريكوجنيشن والسبيتش ريكوجنيشن والكلام ده كله. وان شاء الله هنشوف المره اللي جايه ازاي نقدر نتعامل مع الانفورميشن ريتريفر ومعالجه استرجاع البيانات في الذكاء الاصطناعي.